لم نكن نعلم بأن هذا اللقاء سيكون الأخير لنا به، وكان الوقت يمر ونحن نتحدث إليه كالبرق. حدثنا عبد الأمير عن لوحاته ووجعه، ولم يخف شدة اشتياقه لأرض الرافدين منبع أفكاره. وما متوقع أن لحد الآن باقي 10 سنين، وحتى يعني تعبت نفسيا أنه بدي أرجع اليوم للعراق، هذا بلدنا الجميل حرمنا منه. يعني تهمني هي هموم الوطن قبل كل شيء، والله ما يهمني أي موضوع. هنا بأمريكا ملايين المواضيع المثيرة والتافهة والبسيطة، يمكن خاصة الأحداث اللي تصير ببلدنا من قتل ترهيب يعني تفجيرات، هذا الموضوع اللي يهمني. فأرسم بشكل صح قياسات صغيرة ونشرح حاول على الفيسبوك ومستمر، وهذا هو هذا الموضوع اللي دائما يشغلني وفعلا ننفذه. وبصمت وبدون مقدمات دخل الفنان التشكيلي عبد الأمير علوان بغيبوبة أبعدته عن محبيه، وبقيت تلك اللوحات يتيمة تنظر إليه بألم. وبعد أشهر من الصراع في دهاليس مستشفيات مدينة دالاس الأمريكية، فارق فناننا الحياة لينهي بذلك مشواره الفني الحافل بالمنجزات. أول 20 يوم حالته صعبة، بس من بعدين تحسنت، وحتى قام الشخص أعرفه وبديت أحكي وياه عادي. فمشيئة الله يعني ما أعرف يعني منيته يعني صارت. رحل عبد الأمير تاركا زوجة وابنة في عمر الزهور، وأحدث بغيابه شرخا كبيرا في نفوس زملائه ومحبيه الذين تعودوا على احتساء الشاي البغدادي في بيته والتداول طويلا عنده في المواضيع الفنية، فقد كان خيمة تجمع فناني العراق بولاية تكساس الأمريكية. الرجل أن تربطني به صداقة، يعني صداقة أيام وجلسات ونقاشات حول الفن والثقافة والرسم وحول الغربة وألم الغربة، كل ذلك كان يؤثر على روح الفنان حين يشعر أحيانا بأنه في عزلة تامة. وبلغة الفن والحسابات الوجدانية، فإن عبد الأمير لم يرحل لأنه ترك رصيدا ضخما من اللوحات العالمية التي طالب زملائه الجهات ذات العلاقة في الدولة العراقية بضرورة وضع اليد عليها، لأنها منجز للعراق ولا ينبغي التفريط بها. أناشد وزارة الثقافة العراقية والمركز الثقافي العراقي في واشنطن وكافة الجهات الثقافية العراقية المعنية بالشأن الفني العراقي أن تحافظ على الإرث الفني لهذا الفنان الكبير. له العديد من اللوحات، ولوحاته وأسلوبه في التشكيل أسلوب مميز. لا إله إلا الله. لا إله. أدهش الجميع بلوحاته الفنية حتى وصف بأنه الأكثر إنجازا ونال جوائز عديدة. أبكى محبيه حينما غادر بصمت في ديار الغربة. عبد الأمير علوان غادر، لكن لوحاته ومنجزاته الفنية ستظل باقية تروي حياة ذلك الفنان العراقي. من مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، نشوان هاشم، العراقية.